اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة سمك، وخليها سمك. يوم الأربع من كل أسبوع اتعودنا من أول ما بدأنا مع بعض أكلة أمي بنعملها سمك، ويوم الجمعة بتتعاد بعد الصلاة مباشرة بناء على رغبة السادة المشاهدين اللي بيتابعونا على القناة الأولى والفضائية المصرية. طبعا من خلال السوشيال ميديا بنحس طلبات حضراتكم وبنلبيها مباشرة. النهارده هتعمل لنا ايه سمك يا شيف؟ معايا النهارده السمك البلطي من خير مزارعنا، بنصدره للدنيا كلها من الارض الطيبه. البلطي بتاعنا بتحس ان فيه عسل كده، طعمه زي العسل، فانا عايز ادلعه النهارده واعمله بالدمعه من قلب الريف المصري والصعيد المصري. الدمعه لها اصولها ولها تقاليدها ولها التركايه بتاعت الريف المصري. تاخد معلقه زيت مع توم مع معجون طماطم وحب كتير، والسمك يعوم فيها بعد كده، بس نعومه مقلي ولا ني في ني؟ التفاصيل دي هنشوفها في الحلقه ان شاء الله. معانا جندفلي النهارده هنعمله مع المكرونه بالكريمه. جندفلي ليه مشاكل كتيره مع الشوربه. الجندفليه لما بتشرب رمله او الصدفه، لان طبعا الجندفلي ده من القشريات زي الكابوريا زي الجمبري، بيتعرض للرمله بتاعه البحر، فالرمله دي لما بتشارك في طبق الشوربه بتقل مزاجنا ومبنعرفش العيب فين. فنعالج المشاكل دي وازاي نعمل مكرونه بالجندفلي. معانا جمبري النهارده واخواننا في الاسماعيليه وفي دمياط والناس اللي انا بحبهم، هنعمل لهم النهارده الملوخيه بالجمبري، وانتوا اشطر مني في عمايلها، انتوا اللي علمتوها لنا. اخواننا في الاسماعيليه صناع الرجاله والدميطه واسكندريه، ملوخيه بالجمبري مشهوره عندهم. هنعملها النهارده مع بعض ونشوف ايه التركيه بتاعت المغازي اللي تخلي طعم الملوخيه بطعم الجمبري وطعم الجمبري بطعم الملوخيه. هنفك اللغز ده ان شاء الله مع بعض من خلال الحلقه. ولكن الاكل الحلو ده واللمه الحلوه دي ايه نتوجها بايه؟ نتوجها بمشروب لطيف حلو اسمها الليموناتا او ليمونادا بالسكر وبالنعناع. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. دي ما بتنضربش في الخلاط، بنعصر الليمون نقطع عليه نعناع نحط عليه مكعبات تلج ونقدمها على السفره بتاعتنا. تعالوا مع بعض واحنا شغالين كده نعمل طبق مكرونه بالجندفلي سريعا كده مع بعض. معانا جندفلي ومعانا المكرونه اللي هي شكل الصدف. في مكرونه في السوق كده بيسموها مكرونه صدف بالشكل ده كده، ومعانا توم وبصله ناعمه وشويه كريمه لباني وشويه زبده طريه معانا زي الفل. ايه دي المقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. نتكلم عن الجندفلي. الجندفلي من القشريات زي الكابوريا زي الجمبري زي الاستاكوزا، دي كلها عيلة القشريات جوه البحر. الجندفلي منه أنواع، غالي ورخيص عشان تبقوا عارفين. اللي معايا النوع ده نوع وسط، في جندفلي سعره يتعدى مبالغ كبيرة، في بلح البحر يعني يفوقه طبعا في السعر. ولكن اللي ممكن نعمله مع المكرونة اللي معايا ده بيبقى لطيف وحلو، ولكن اركز على اللحم اللي جوه الجندفلي اللي هي العرايس، يعني عشان اخواننا في اسكندريه اللي بيتابعونا وفي السواحل دي اسمها عرايس. حلو الكلام. شايفين اللحم اللي جوه ده كده؟ تعرفيه طازه ازاي ولا مش طازه؟ لما يكون اللحم جوه الصدفه باللون ده. اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، اللحم باللون ده مدي للصفار، مدي للون البرتقاني بالشكل ده كده. ولازم تغسليه بميه وتنطر الرمله منه علشان ما يبقاش فيه رمله في الصدفه بتاعتنا تبوظ المود وتبوظ الشوربه وتبوظ الوايت صوص بالشكل ده كده. تعالوا نعملها مع بعض سريعا. معانا اتصال مين من الحبايب؟ شايفين اللي انا بعمله دلوقتي؟ دي شقاوه مطبخ. شايف الجندفلي سقطوا على، شفتوا الجندفلي قفل ازاي اول ما نزل الميه؟ ده حي بقى. الجندفليه اللي تقفل كده اول ما تحطها في الميه سبحان الله حي اهي. جندفلي طازه حلو بالشكل ده كده. اتحط على تومه شويه البهارات، نزلنا بالكريمه اللباني، كل ده مع بعضه. هتقولي لي مصيصه، اصبري على رزقك، تاكلي الحلاوه تاكلي العسل كله، اهدى عليا. شايف القوام ده زي الفل. هعمل ايه بقى؟ لما نقول المطبخ رؤيه فن ابداع، سلق المكرونه نص سوا وتكمل سواها مع الخلطه اللي انا عاملها بالتاكيد بتدي قوام للصوص او للبيون او للخلطه اللي انا عاملها بتاعه الجندفلي، وده اللي هيحصل دلوقتي. اخدها زي ما هي كده اهي الجندفلي انا حليت المكرونه حليتها في الميه، اخدها زي ما هي كده يلا انزلي كملي سواك يلا. اللهم صل على النبي. هناخد بعضينا ونسيب المكرونه الصدف
تعيش مع الصلصه الحلوه دي كده، تديني القوام اللي انا عايزه مع الكريمه اللباني مع الجندفلي. في الاخر بنحط شويه بقدونس، يا اما نحط شويه ريحان. عندك صلصه جميله جدا معروفه في المطبخ الطلياني اسمها البيستو صوص، حطيها حسب الرغبه. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لاهالي بورسعيد واهالي الاسماعيليه واهالي دمياط والاسكندرانيه والسواحليه، طريقه عمل الملوخيه بالجمبري. وانا عايز كده ناس يكلموني ويقولوا لي ايه التركايه الحلوه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض نعمل ازاي شويه ملوخيه بالجمبري. واحنا معانا الساده المشاهدين من الاسماعيليه، من بورسعيد، من دمياط، من اسكندريه، الناس الشاطره اللي بتعلم العالم كله ازاي يعملوا سمك، اكله مصريه لا احد يختلف عليها. طيب مكرونه، وزي ما قلت لحضراتكم مدرسه المغازي بتقول ان المكرونه تكمل سواها مع الصلصه التابعه ليها، وايت صوص، ريد صوص، بينك صوص، زي ما انت عايزه تاخديها من السلق تكمل سواها. شفت القوام اللي طلع معايا؟ شايفك بدات تظهر الكريمه اللباني، بدات المكرونه تتعرف على الجندفلي. بتعملها بالجمبري، بتعملها بالسي فود، بتعملها بالدجاج، بتعملها باللحمه المفرومه. هسيبها على النار تغلي. نعم المقادير تمام، الله عليك. طيب تمام زي الفل. انا عايز اخد المكرونه دي اغرفها، شايف القوام؟ هو ده كده خلاص زي الفل. الصوت ده خلي بالكم صوت الجندفلي بيتخانق مع المكرونه، بيقول ايه اللي جابني هنا؟ انا افضل اكله ليا تومه وكزبره وتومه وشويه ملح وشويه فلفل وخلص الكلام، وازقز جندفلي. هنشيل طبعا الحاجات اللي موجوده في المكرونه دي، نشيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل، خلاص خدت الطعم منها. تمام. السمك الصياديه طبعا معانا، السمك اللي هو مش الصياديه بقى، اللي بالدمعه، طلعناه من الفرن، حطينا عليه سلايز ليمون، شويه بقدونس على الوش كده. المكرونه بتاعتي كمان جاهزه، بغرفها في الطبق الحلو ده كده، شايفين اهوت مكرونه. تمام،